اهلا بحضراتكم. نهى كانت بتسال ان زوجها طلقها الطلقه الثالثه ومعاها 3 بنات بسبب انه اتهم اختها بانها ارادت ان تقيم علاقه اثمه معه. فهي بتقول هل انا دافعت عن اختي وبسبب اني دافعت عنها اتخرب بيتي وطلقني للمره الثالثه، واثناء الحوار عرفت ان مع كل مشكله بيطلقها. يعني نهى انا شايفاكي مهزوزه وانا متضايقه. بتضايق، ما لازم اكون صريحه مع حضراتكم. صحيح ان الانسانه لما ما بتو... لم لا توفق او لم توفق في الاختيار الدقيق للزوج اللي هتكمل معاها او معاها حياتها، اكيد ده بيسقط في ايد الانسان اشياء كثيره، وبيبقى الانسان بيمر باوجاع كثيره جدا. لكن لا يكون هذا الامر يا نهى خلاص مضينا في صورة إن أنا بلسان الواقع وبيصلي وإنسان كويس قدام الناس وفي البيت بيطلقني لو على أقل حاجة. يعني هو قدام الناس شكله إنسان عادل، ولكن مع زوجته إنسان مش عادل وبيصطنع أو بيختلق أشياء، أو هو متهور في مسألة الطلاق إلى هذا الحد. وبعدين يجي النهاردة يقول لك ده أنا أختك طلبت مني كذا، وهو شيء لا يليق. حتى لو إن كانت طلبتها، لو أن هذا الأمر تم، ما كان يردده ولا يقوله قدامك. والشرع قد إيه حذر من قذف المحصنات الغافلات، أو من قذف المحصنات، أو من رمي أي إنسان بكلمة فيها تجريح أو فيها إساءة إلى عرض الإنسان. وبالتالي دي أختك، أنت هتدافعي. كل اللي قاله ده مجرد دعاوى، واحنا مش لسنا جهه تحقيق. يعني ما ورد في السؤال على الهيئه اللي حضرتك قلتيها مجرد دعاوى، ولسنا جهه تحقيق نشوف صدقه من كذبه، واحنا ملناش علاقه بهذا الامر ولا انت ليكي علاقه. وان كان الحال زي ما ورد زي ما حضرتك قلتي، يعني اللي قاله الزوج ده على اختك واللي انت قمتي بالدفاع عنها، ده من باب البهتان العظيم، لانه لم ياتي فيه بدليل، واحنا مش مطالبينه باي حاجه، وانت مالكيش علاقه. وهو من باب الاسم الكبير اللي مقرر له يعني حد في الشريعه، الكلمه ما تترماش كده. وطبعا انت دلوقتي في القاعده القرانيه اللي القران الكريم دايما يرشدنا اليها في الخلافات، انه ولا تنسوا الفضل بينكم. وبالتالي اذا هو شاف شيء او انت دافعتي عن اختك، كان طبيعي ان هو لو انسان عاقل يقول اه والله هي غصب عنها لازم تدافع عن اختها، فما كانش يقوم يرمي بالحياه دي ويرمي 3 بنات ويطلقك للمره الثالثه. المفروض هو يقوم ويراعي حضرتك ويراعي الاولاد ماديا ومعنويا، يعني ادبيا، مش يعيشك في الضغط اللي انت فيه. وانت انا حاسه بيكي، لكن عايزاكي اقوى، استعيني بالله. وانا مش شايفه ان في شيء عليكي ما فعلتيه انا شايفاه الصواب، ما دمتي انت كنت تريدين الدفاع عن اختك. ما هو اليوم هو بيتهم اختك، بكره يتهمك، لانها دعوة بلا بينه. المفروض ياتيني ببينه، وانت ما طلبتيش ولا سالتي هذا الامر، ولم يترتب عليه لن يترتب عليه شيء بالنسبه لك. وليه ياخذك بجريره اختك فيوقع عليك الطلاق بمجرد انك بتدافعي عنها؟ وبعدين بغض النظر الاخت دي وضعها ايه، انت بتقولي مع كل مشكله بيطلق. الطلقات دي لابد انه يذهب، وزي ما بقول لحضراتكم، الى دار الافتاء لاستبيان الامر، هل وقعت هذه الطلقات ولا لا، لان الطلاق له شروط واركان عشان يقع هذا او تقع هذه الطلقات. هو ده الحال اللي احنا عليه الان، تمام؟